السلام عليكم. مباراة الأهلي ضد الداخلية اليوم، أرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم مني كل جديد وليستمر معكم البث بدون تقطيع. اختتم الأهلي تحضيراته لخوض مباراة ضد الداخلية على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدور المصري، وهي المباراة التي يسعى خلالها لاستعادة الانتصارات والخروج من الكبوة بعد التعادل وفقدان نقطتين في مباراة سان داونز الأخيرة، وقبل خوض مباراته المؤجلة من الجولة الافتتاحية ضد القطن الكاميروني بدور المجموعات الأفريقي. وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدور المصري الممتاز في 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 48، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وإفريقيا. الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولا على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضا عن الوصيف بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في 3 مناسبات فقط. ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 ولم يخسر، وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف، ولا يزال لديه 3 مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلي لمشاركته في كأس العالم للأندية. وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والداخلية بالدوري، والتي ستنطلق الساعة 7 بتوقيت القاهرة. بنتمنى التوفيق للفريقين، وارجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليستمر معكم البث بدون تقطيع.